عشان تتجنبوا هذا الموقف المحرج انه يصير معكم، لازم تحموا جسمكم منيح من خلال زيادة السرعة تدريجيا، وبهالوقت حرارة الجسم ومعدل نبضات القلب بيرتفعوا وبيزيد ضخ الدم للعضل، وهذا الشيء منيح عشان كل ما زادت حرارة الجسم وارتفعت نبضات القلب هالشيء رح يساعد انه ادائكم يكون افضل بالتمرين. بالنسبة لمدة الاحماء لازم تكون من 5 لـ10 دقائق. من بعد ما تكونوا حميتوا على التريدميل، هلأ صار فيكم تعملوا تمارين الإطالة. هالتمارين رح تحميكم من الإصابة والشد العضلي. وهلأ انتوا صرتوا جاهزين لحتى تبلشوا تمرينكم.